تواجه العديد من الشركات الناشئة صعوبات في تثبيت أقدامها في مختلف الأسواق من خلال طرح منتجات وتقديم خدمات متنوعة. محللون أكدوا على أهمية التخطيط لمدة 6 أشهر على الأقل لإطلاق علامة تجارية، مصين بضرورة عمل دراسات على السوق والمستهلكين وتوجهاتهم في الشراء للتعرف على العملاء، كذلك تسمية العلامة التجارية المناسبة. الحديث أكثر عن بناء العلامات التجارية انضم معنا عبر سكايب المختص في بناء استراتيجيات العلامة التجارية الأستاذ زياد أورجنجي. أهلا بك أستاذ زياد، مساك الله بالخير. إذا فيما يتعلق بالأساسيات في بداية بناء العلامات التجارية، هل يعني قبل أن ندخل في الأساسيات، البعض يعتقد أنه العلامات التجارية فقط للشركات الكبرى، هل يشمل موضوع العلامات التجارية أيضا المؤسسات الصغيرة؟ أول شيء السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، شكرا لكم الاستضافة الكريمة. أكيد طبعا موضوع بناء العلامة التجارية من البداية مهم جدا، والشيء الثاني أنه الشركات الصغيرة والناشئة أكيد راح المفروض تعمل حسابها في أنها راح تكون إن شاء الله أسماء كبيرة في المستقبل، فبالتالي تبني لنفسها من البداية الخطط والاستراتيجيات الواضحة لمستقبلها إن شاء الله أنها تكون علامة تجارية واضحة وكبيرة. أبرز الأسس التي يغفل عنها بعض الأشخاص في بناء العلامات التجارية؟ حقيقة يمكن هذا اللي احنا يعني نسويه كعملنا اليومي، اللي هو بناء استراتيجية العلامة التجارية. اليوم الناس بتشتغل كثير على موضوع البزنس، بيبنوا استراتيجيات العمل والبزنس والتكاليف، لكن اللي ما بيعملوا حسابهم فيه هو كيف أبني استراتيجية العلامة التجارية وأربطها باستراتيجية البزنس، وبالتالي يتكاملوا الاثنين مع بعض عشان نقدر احنا خلال سنوات بسيطة ألاقي نفسي قطعت شوط كبير في بناء اسم وعلامة تجارية لها إن شاء الله مستقبلها. فالتقصير دائما بيكون عندنا في عدم الوعي بأهمية استراتيجية العلامة التجارية. جميل، يعني ماذا تكمن في وأين تكمن أهمية هذه العلامة التجارية؟ البعض يقول لك والله أنا يهمني، بعض المؤسسات الناشئة والشركات الناشئة يقول لك والله يهمني الربحية، ودام أنا محقق ربحية في أشهر قليلة مثلا أو في مدة قصيرة خلي العلامة التجارية مش مهمة، يعني أهم شيء عندي في النهاية الربح. صحيح، في بعض البزنسز خلينا نقول بدأت وفتحت، خصوصا اللي في مجال الديجيتال، خلينا نتكلم المجال الأشياء اللي هي موجودة في الأونلاين، وفعلا حصل معاها إنه فعلا ارتفعت فجأة وما شاء الله صار عندها مبيعات، صار لها واسمها طلع من خلال البزنس اللي بدأ. وهذه حالات تحصل، لكن هذه مش كل الحالات، هذه قد تكون حالة من الحالات، لكن وجود بناء أو وجود اسم مبني على أسس صحيحة. في شغلة مهمة نبغى نقولها هنا في موضوع سؤالك الله يسلمك، اللي هي أنا بدام بعمل فلوس ليش أحتاج أني أبني علامة تجارية أو أني أكون فعلا أدخل في استراتيجيات ولا أسوي كذا؟ أنت قد تبني فلوس اليوم ولمدة سنوات قدام، لكن السؤال هل تقدر تكون مستمر ومعروف لدى الناس وموجود في موجود خلينا نقول في نسميه احنا في البراند بوزيشنينج أو التمركز في عقل المستهلك فعليا؟ هذا ما يتم إلا عن طريق بناء علامة تجارية باستراتيجياتها الصحيحة، بحيث أنك أنت تستفيد بما أنك أنت إنسان ناجح في عملك والبزنس بيشتغل كويس، تضم له اللي هو استراتيجية العلامة، وبالتالي راح تقوي مركزك ومكانتك في السوق، وبالتالي مكانتك في ذهن المستهلك، فبالتالي يصير لك فعلا حاجة احنا نسميها البراند بوزيشنينج أو التمركز الصحيح في السوق طبعا، وهذا الشيء بيساعدك كثير ضد المنافسين سواء المحليين أو العالميين. السوق الآن انفتح والتحديات كبيرة جدا. جميل أستاذ زياد، هل يجب أن تكون استراتيجية العلامة التجارية أو العلامة التجارية بشكل عام أن ترتبط بالمنتجات
أو الخدمات التي يقدمها؟ طبيعي انت اليوم انت يا اما بتقدم العلامه التجاريه يا اما بتقدم منتج او بتقدم خدمه. اذا بتكلم عن السوق فبالتالي اذا انت بتقدم خدمه الناس لازم تعرف اكيد اسمك، بالتالي تعرف الاسم حقك مرتبط بجوده معينه وبتجربه وتجربه عميل هو مر فيها معك. الجوده هذه والتجربه من 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 وجوده في السوق من يوم ما يشوفك انت في السوق في الماركت مثلا إلين ما يجرب منتجك، إلين ما يبدأ بعد كذا ينصح فيه أو يكون لما ينصح فيه، هذه كلها تمر بنسميها إحنا تجربة العميل أو الكاستمر جيرني معك من خلال التعامل مع العلامة التجارية حقتك أو الخدمة حقتك أو المنتج، وبالتالي يصير عنده انطباع وهذا الانطباع ينعكس على مستقبل الشراء، إما أن يكون هو عميل دائم عندك وراح ينصح فيك وإما راح يكون العكس. جميل. هل تعتبر استراتيجية يعني بناء العلامة التجارية هي أساس من التسويق أم كلاهما خطان متوازيان؟ طبعاً حسب اللي احنا بنشوفه في الدراسات التسويق هو يعني الأمبريلا الكبيرة والمظلة الكبيرة اللي بيندرج تحتها البراندينج، بيندرج تحتها الكوميونيكيشن أدفرتايزنج، بيندرج تحتها البي آر والتواصل، بيندرج تحتها السوشيال ميديا والأشياء كثير. لكن خلينا نقول احنا اذا تكلمنا عن بناء العلامه التجاريه وتكلمنا عن استراتيجياتها هذه نعتبرها الدي ان اي الاساس اللي بنبني عليه وبيبني فوقه بعد كده الماركتنج حيجي دوره بعدين في تسويق هذا المنتج او هذه الخدمه بالاستراتيجيات اللي بنيت على اساسها. جميل. من خلال خبرتك استاذ زياد كيف تنظر الى اهميه او كيف يعني نظرت الى ما يجري في السوق من بناء العلامات التجارية لدينا في المملكة بالنسبة للشركات والمؤسسات الناشئة خلال السنة الماضية بعد أو أيضا فترة جائحة كورونا؟ طبعا التغير كبير جدا من بعد إطلاق رؤية المملكة 2030. خلينا نكون واقعيين، احنا أنا لي في المجال هذا 22 سنة ومن ذيك الأيام وحين نتكلم ونشوف إيش وضع السوق وقديش فهم الوعي، نسبة الوعي اللي كانت موجودة أول ونسبة الوعي اللي حصلت من بعد إطلاق 2030 ورؤية المملكة حقيقة في تغير كبير، تغير وتطور غير مسبوق. إذا تحدثنا فقط عن فترة كورونا، فترة كورونا زي ما نسمي إحنا عندنا فترة نسميها ما قبل كورونا ومن بعد كورونا، ففترة ما قبل كورونا كانت في شيء وبعدين مجيء دخلنا ما بعد كورونا أصبحت في أسماء تجارية وعلامات تجارية طلعت من وراء الأزمة، ودائما نحن نقول الأزمة تصنع تخرج دائما من وراءها opportunities أو فرص، فطلعت فعلا علامات وأسماء تجارية من جراء من وراء الأزمة لقت نجاح كبير في السوق. اليوم خلينا نقول مجالات كثير ما كانت فعليا قبل كورونا متحركة تحركت بشكل غير مسبوق في فترة كورونا، وما زالوا ما شاء الله منطلقين زي ما يقولوا رب ضارة نافعة، كانت نافعة لمجالات أخرى كثير. بس نعم الوعي من ناحية الوعي أصبح في وعي كبير جدا بأهمية بناء العلامة التجارية بالشكل الصحيح. العلامة التجارية ليست فقط مجرد شعار ولوجو وشكل وشكل جميل أسويه وبزنس كارد وويب سايت، الموضوع مختلف تماما عن كذا واكبر من كذا، والحمد لله الوعي اصبح نسبه الوعي اصبحت مره عاليه خصوصا مع كل الجينيريشن الجديد والجيل الجديد اللي صار مستوعب قديش هذا الشيء جدا مهم. جميل. خليني اختم معك، انت ذكرت انه ليست فقط لوجو وبزنس كارد وغيرها من المواقع، وش هي العلامه التجاريه؟ اختم معك بهذا التعريف من قبلك استاذ زياد. العلامة التجارية باختصار وموجودة في كتابي الإيسام واحد والإيسام اثنين، الإيسام واحد بيتكلم عن العلامة التجارية باختصار هي الفكرة، الفكرة اللي بينطلق منها للوصول لقلوب المستهلكين أو الناس اللي بتتعامل معنا، فبالتالي بأبني عندهم انطباع. هذا هو التعريف البسيط للموضوع، هي فكرة بتبني عندك بتعيشها أنت بالتجربة بتبني عندك انطباع. أشكرك المختص في بناء استراتيجيات العلامة التجارية الأستاذ زياد أورغنجي، شكرا جزيلا لك.